هاجمتها سمكة قرش حتى فارقت الحياة. فيديو مؤلم انتشر لسائحة رومانية لقيت حتفها في الغردقة بمصر. حادثتان متشابهتان خلال الأيام القليلة الماضية، والسؤال: ما الذي يجب فعله لتجنب هجمات القرش؟ عند السباحة لا ترتدي مجوهرات لامعة ولا ألواناً زاهية أو متفاوتة. ضع في اعتبارك أنها قادرة على شم رائحة البول والدم في الماء، فتجنب التبول والسباحة إذا كنت تعاني من أي جروح. اسبح دائماً ضمن مجموعة واحذر الابتعاد عن الشاطئ. أما إذا واجهت سمكة قرش فإياك والفزع أو محاولة الهروب. ابقى هادئاً ولا تعطها ظهرك، وفي حال اقترابها منك حاول توجيه ضربة لخياشيمها أو عينيها، فهي أكثر الأماكن الحساسة لديها.